اهلا بكم في قناه هدى جد للكروشيه والاعمال اليدويه. برحب بكل متابعي القناه. لو اول مره تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه بعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفاد. اول حاجه هناخد اللون الاصفر، هنبتدي بيه، هنعمل عقده البدايه بالشكل ده كده، نسحب الخيط ونطلع منه. هعد 5 سلسله، 1 2 3 4 5، وهيجي هنا في اول سلسله وادخل تحتيها كده واشتغلها، اسحب الخيط واطلع بالمنزلقه بالطريقه دي كده. بنا كده اهوت قفلت الدايره بتاعتي. هرتفع 2 3 سلسله وهيكون ده معايا اول عمود. هنلف الخيط كده على الابره وندخل جوه الدايره اللي اتكونت دي، وهنبتدي نشتغل جواها 12 عمود بلفه، بما فيهم الثلاث سلاسل ارتفاع في الاول حسبناهم عمود. هنكملهم 12 عمود بلفة، 3 4 5، فانا هكملهم 12 ونرجع نكمل مع بعض. كده وصلنا لنهاية السطر رقم 1 واشتغلنا 12 عمود بلفة جوه الدايرة. وهاجي هنا هوت هعد 1 2 3 في السلسلة رقم 3 من الارتفاع، واسحب بغرزة منزلقة وهقفل بغرزة تأمين للشغل ونفصل الخيط. احنا كده خلاص خلصنا اللون الاصفر، مش هنشتغل بيه زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. هنركن اللون الاصفر، نبتدي نجيب اللون الابيض، هنعمل عقدة البداية انا بشتغل بالراحة علشان خاطر في ناس قالت في الكومنتات اني بشتغل بسرعة، فحاول ان شاء الله بقدر الامكان ان هشتغل بالراحة. هاجي هنا في اول عمود هدخل تحتيه كده واسحب الخيط واطلع بغرزة منزلقة زي ما حضراتكم شايفين كده. هناخد الخيوط دي معانا تحت الشغل علشان يبقى شغلنا نظيف. طب اول حاجة بقى هنعملها ايه تحت اول عمود دي؟ هرتفع 1 2 3، وده هيكون عندي اول ارتفاع لاول عمود. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهاجي هنزل في نفس المكان تاني، نفس الغرزة، هندخل كده والخيوط دي معانا تحت الشغل اهو، ونبتدي نسحب ونطلع من اول لفتين وما نخلصت العمود كله. وبعدين نلف الخيط وننزل تاني في نفس المكان، نسحب الخيط ونطلع، ونسحب ونطلع من تاني لفتين، وبرده ما نكملش العمود. ونكرر كمان مره كده، سحبت الخيط واطلع من اول لفتين عليه بالشكل ده كده، وما خلصتش العمود، تمام. بعد كده هاخد لفه واطلع منهم كلهم، ودي غرزه الكلاستر. للبنات اللي لسه مش عارفاها، دي غرزه الكلاستر او اللي هي مش بنخلص العمدان، تمام. بعد كده هوت هناخد 1 2 سلسله ونلف الخيط ونروح على الغرزه اللي وراها على طول، تمام. هندخل كده والخيط ده معانا، ونسحب الخيط ونسحب ونطلع من اول لفتين بس، ونسيب الباقي على الابرة، وتاني نلف الخيط وننزل في نفس المكان، نسحب الخيط ونطلع، نسحب ونطلع من اول لفتين بس وما نكملش العمود. وهكذا كمان مرة لغاية لما هيتبقى عندي 4 غرزة على الابرة، تمام. وممكن تعمليها 5، يعني انا بيتهيألي ان انا كنت عاملاهم 1 2 4،
خلاص خلينا ماشيين زي ما هم 4. لو انت حابه تكبري الفشاره اللي في النص دي او غرزه الكلاستر دي، اوكي اشتغلي 5 عمدان، لكن انا عشان خاطر الموديل اللي معايا هشتغل 4 عمود. تمام، كده 3، وهننزل تاني كده نسحب الغرزة رقم 4. هنطلع من اول لفتين، اتبقى 5 حلقات كده على الابرة. هنسحب الخيط ونطلع منهم كلهم مرة واحدة، وبعديها هناخد 2 غرزة. اعملها كمان مرة معاكم، هلف الخيط على الابرة وانزل في الغرزة اللي وراها على طول العمود دوت، اوكي، واسحب الخيط واطلع من اول لفتين بس ومش هكمل. هنلف الخيط تاني، ننزل تاني في نفس المكان، نسحب الخيط بالشكل دوت ونسحب، نطلع من اول لفتين ونسيب باقي العمود مش هنكمله. كمان مرة من لفتين بس، وبنخلي الحلقة الاخيرة لسه على الابرة، بنكررها 3 مرات لغاية لما يبقى عندك 5 حلقات على الابرة بالشكل اللي شايفينه دوت. وبعدين هنسحب الخيط ونطلع منهم مرة واحدة، وزي ما قلت دي غرزة الكلاستر. هنشتغل بنفس الطريقة كده تمام لغاية لما اشتغل ال 12 عمود. هيبقى فوق كل عمود وعمود غرزة كلاستر متكونة من 4 عمود غير مكتمل. نكمل ونرجع كده. وصلنا لنهاية الدور رقم 2، وده الشكل معايا اللي اتكون. بعد ما خلصت اخر كلاستر عملت 2 سلسلة المسافة. ياريت يا بنات ما تنسوش الخطوة دي علشان بس شغلكم يطلع مظبوط. هاجي هنا هوت، وفي ارتفاع الكلاستر او الكلاستر هسحب غرزة منزلقة، وبعد كده هوت هسحب غرزة كده تأمين للشغل، وهنفصل الخيط الابيض، وبكده اتكون عندنا الشكل. هنوصل بقى اللون الجديد، اللون الاخضر، وهنعمل عقدة البداية بتاعتنا. نسحب كده الخيط، وهنيجي هنا في اي مكان، اي فراغ كده بين الكلاستر والكلاستر، هدخل اسحب الخيط واطلع بمنزلقة، وهرتفع 1 2 3، وده هيكون عندي اول عمود. بعد كده هلف الخيط على الابرة، هاخد الخيط ده معايا من تحت، هنزل في نفس المكان وهعمل كمان عمود بلفة، وهننزل تاني ونكرر ونعمل عمود بلفة. كده اصبح عندنا 3 عمود بلفة. هنعمل 2 سلسلة، وهنلف الخيط على الابرة وننزل تاني في نفس المكان، وده هيكون معانا اول كورنر علشان نكون الشكل المربع. وهنعمل عمود بلفة تاني، ننزل تاني ونعمل عمود رقم 2 والعمود رقم 3. شايفين حضراتكم كون معايا كده اول كورنر للشغل بتاعي. بعد كده هوت هنعمل سلسلة بالشكل دوت، وهنلف الخيط على الابرة ونروح للفراغ اللي بعده على طول، ندخل نعمل 3 عمود بلفة جنب بعض، 2 3. شايفين حضراتكم سلسلة، واروح تاني على طول للعمود للفراغ اللي بعده، وهشتغل 3 عمود بلفة، 2 3. هعمل سلسلة، هروح للفراغ اللي وراه. انا كده عملت هنا ادي زاوية، وبعدها 2 في كل مكان مجموعة من 3 عواميد بلفة. بعد كده هوت هننزل هنا ونعمل عمود 1، ننزل تاني نعمل عمود رقم 2 والعمود رقم 3، وهنعمل 2 سلسلة، وهننزل تاني في نفس المكان ونكرر 3 عمود بلفة. زي ما حضراتكم شايفين كده، وبكده احنا كوننا
الزاوية رقم 2 علشان تديني شكل المربع كده. يبقى الزاوية رقم 1 اهيت وفي بينها 2 مسافتين للعواميد، وبعد كده الزاوية رقم 3 تمام. وبعد كده اهوت هناخد سلسلة وننزل في المكان اللي وراه على طول، هنكرر نعمل 3 عمود بلفة، 2 3 سلسلة وهكذا هنكمل. اعتقد كده بقى الدنيا هتوضح اهيت تمام. هشتغل هنا اهوت 3 عمود بلفة وبعد كده سلسلة، وفي اللي بعدها هنعمل الزاوية رقم 3 عبارة عن 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، وهنا هتبقى الزاوية رقم 3 تمام. وبعد كده اهوت هنشتغل في 2 فراغين، 3 عمود بلفة و3 عمود بلفة، وهنا اهوت هشتغل زاوية تاني عبارة عن 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، وبعد كده هيبقى عندي 2 فراغ هشتغل في كل فراغ 3 عمود بلفة. فأنا هخلص الدور ونرجع علشان نقفل مع بعض. وكده أنا وصلت لنهاية الدور، وزي ما حضراتكم شايفين اتكون عندي شكل المربع وواضح جدا قد ايه الوحدة جميلة جدا جدا بصراحة، وألوانتها حلوة قوي. طب بعد كده أنا أخدت سلسلة وهنيجي هنا اهوت هنقفل في الارتفاع بغرزة منزلقة بالشكل دوت تمام. طب عشان ابتدي السطر الرابع فانا همشي كده تحت الغرز بغرز منزلقة لغاية لما اوصل عند الزاوية الاولانية، وهخش اسحب منزلقة وهرتفع 1 2 3 ويكون ده عندي اول عمود، وهننزل تاني في نفس المكان ونكون اول كورنر تاني في المربع بتاعنا عبارة عن 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة تاني في نفس المكان. الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده اتكون عندي اول زاوية او اول كورنر. هياخد سلسلة علشان خاطر اروح اشتغل بين الثلاثة عمود دول والثلاثة عمود دول تمام. في فراغ السلسلة هنزل جوه الفراغ كده واسحب الخيط واطلع بعمود، وانزل تاني في نفس المكان واعمل العمود التاني، وانزل تاني في نفس المكان واعمل العمود التالت، واعمل سلسلة، واكرر تاني برضو في الفراغ بتاع السلسلة هنزل اعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3 سلسلة وهكمل. يبقى انا عندي هنا كده الفراغ ده بتاع السلسلة، هنزل جواه وهعمل 3 عمود بلفة هنا هوت كده تمام. بعد كده هيقابلني الزاوية دي اللي هي 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، هدخل جواها جوه كده الفراغ، وهنبتدي نكون زاوية تانية فوقيها عبارة عن نفس الموضوع، 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، وهكذا همشي بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده على الجناب كلها بتاعت المربع بتاعي. هكمل الدور كله ونرجع نشوف هنقفل ازاي. حبايبي انا كده وصلت اهو لنهاية السطر بتاعي تمام، وده خلاص كان اخر دور في الوحدة بتاعتي. وهاجي هنا اهوت كده هنسحب على طول غرزة منزلقة وننهي الشغل بتاعنا تمام. طيب كده اهوت الوحدة بتاعتي خلصت، وهي مكونة من 4 سطور بس اوكي، زي ما حضراتكم شايفين كده اللون اللي هو الارضية دوت الاصفر، والسطر التاني اللون الابيض، وسطرين من اللون الاخضر. تقدري طبعا تكبري الوحدة زي ما انت عايزة لو عايزاها اكبر من كده تمام. انا الوحدة دهيت لما قستها بالمنظورة اديتني 10 سنتي، 10 عرض في طول لان ده مربع، فعشرة في 10 تمام كده. فدلوقتي تقدري انت تحسبي المقاس اللي حضرتك عايزاه بانك تضربي عدد الوحدات في العشرة يديكي المقاس اللي انت عايزاه. طيب دلوقتي انا عايزه اقول لكم على حاجه بالنسبه لهنا. انا اشتغلت الوحدات كلها زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما قلنا الوحدة 10 يعني هنا 10 20 30 40 اوكي. ولو انت المقاس بتاعك مضطرية العشرة كمان فهتعملي كده وهتشبكيها، هيبقى 50 سنتي.
طيب احنا كده دلوقتي نعتبر ان احنا جمعنا الوحدات كلها، فهنجمع الوحدات وهنمشيها سطر سطر في التشبيك بتاعها علشان الشكل يبقى مناسق متناسق معانا، ويبقى يعني حلو ومريح للعين، ما فيهوش اي اخطاء. هنمشي كده من اول هنا كده، يبقى احنا شبكنا دي، بنجيب الوحدتين قدام بعض كده اهوت، تمام. ادي السطر، احنا مخلصين السطر دوت، مخلصينه وحدات عاديه خالص، تمام. فبنروح نحطها كده، اقرب لكم اكتر، يعني ادي الوحده بتاعتي اهي، بحطها على الظهر كده، الاثنين الظهر على الظهر، تمام. وباجي هنا كده واحط الاثنين على بعض، اوكي. هجيب الخيط، هنعمل عقدة البداية بتاعتنا، واجي هنا اهوت، شايفين حضراتكم انا عندي، هنعتبر ان دي هنا كده من زاوية الكورنر على طول، وهاجي ادخل جواها هنا، وهجيب برضو الوحدة التانية، وهدخل اسحب وهعمل غرزة حشو. تقدري تعمليها بغرزة حشو، تقدري تعمليها بغرزة منزلقة، على حسب ما انت عايزة. طيب بعد كده اهوت بقى هنمشي غرزة غرزة، ماشي. ادي غرزة ايه، هياخد غرزة من الطرف اللي قدامي، وغرزة على طول مقابلة ليها من الوحدة التانية، وهسحب كده واطلع واخد غرزة حشو، تمام. بعد كده الغرزة اللي وراها تحت الطرفين كده، وهاجي في قدام الغرزة المقابلة ليها على طول تحت ضلعين بتوع الغرزة، وهسحب الخيط اهو، وبعد كده اهوت هعمل غرزة حشو تاني تحت الضلعين. دخلت هنا في الوحدة دي، وكمان في الوحدة المقابلة ليها على طول تحت الضلعين كده، واخدت غرزة حشو، تمام كده. وبعد كده اهوت همشي غرزة غرزة بالطريقة دي، علشان خاطر اشبك الوحدتين في بعض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. شايفين؟ هتديني الشكل ده، هتديني غرز كده شبه الغرز السلسلة، بطريقة نظيفة جدا وشكلها حلو قوي ومريح للعين. هنمشي بقى كده زي ما حضراتكم شايفين، همشي انا جبت الوحدة اهي قدامي كده، اوكي. هنمشي كده، خلاص خلصنا الوحدة دي، تمام. هجيب الوحدة التانية احطها هنا قدامها بالظبط كده، واكمل بنفس العرض اللي انا ماشية بيه. خلصت الوحدة دي، هجيب اللي بعدها واشبكها هنا قدامها كده، وهمشي بنفس الطريقة بالعرض. فهمتوني؟ يعني اتمنى يكون الشرح وصل لكم. يبقى انا بمشي بالعرض بكل الوحدات اللي انا عملتها، تمام كده. وهنمشي كده دور دور بقى، مشينا الدور دوت خلصناه، هنمشي الدور التاني بنفس طريقة العرض. سيبي الطول خالص، ما تشتغليش في الطول دلوقتي، تمام كده. هنمشي برضو بالعرض الوحدة كده من اول هنا بالعرض كده، خلصنا الدور دوت، هنمشي برضو الوحدات الدور اللي بعده لغاية لما تنتهي من عدد الوحدات بتاعتك. خلصتي بالعرض، تعالي بقى امسكي بالطول، تمام. هنيجي بقى بالطول هنا، هنحط الوحدتين كده اهم قدام بعض بالشكل دوت، وهمشي برضو من اول غرزة هنا، هبتدي امشي غرز حشو حشو، هتلاقيني ان انا خلاص بقفل بقى، تمام. دول قدام بعض، فانا ماشية كده هقفلهم، والوحدتين دول مع بعض، فانا برضو ماشية كده بقفلهم لغاية الطول برضو، فاهماني. اول ما خلصت الطول السطر الاول، برضو هكمل السطر التاني، او السطر التاني كله، هتلاقوني بصوا انا ماشية كله بالطول، تمام، علشان خاطر الوحدة تطلع عندي كويسة، ويطلع شكلها جميل ومريح ومنسقة. خلصت كله، تمام كده، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت.